فين في القانون؟ ناخد الأول القانون بناء الموحد. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي عندنا في 3 قوانين شغالين عليهم في اللجنة. في قانون المخالفات، قانون البناء الموحد، قانون اتحاد المقاولين، قانون العلاقة بين المالك والمستأجر. طبعا احنا اكبر مشكلة او اخطر مشكلة عندنا هي مخالفات البناء. حضرتك عشان تعرف حجم المشكلة اللي احنا فيها، احنا جالنا بيان من وزارة التنمية المحلية، عندي 1,800,000 مبنى في مصر بدون ترخيص اساسا. 1,800,000 مبنى غير مؤمل المرخص كامل، غير مرخصين، وعندي 500,000 دور مخالف، يعني ناس واخد ترخيص ومخالفة. فلو انا حسبت حضرتك متوسط 10 شقق في المبنى، فبنتكلم في 18 مليون وحدة. ولو حسبنا الدور فيه 3 وحدات، فبنتكلم في 1.5 مليون وحدة. فانا عندي الوحدات المخالفة من 19 ل 20 مليون وحدة في مصر داخل الأحوزة. انا ما بتكلمش على مخالفات كمان على الأراضي الزراعية. فمعنى كده حضرتك ان عندي نص الثروة العقارية طلع لي عشوائيات. طيب المخالفات دي بتؤدي الى 3 حاجات. تؤدي الى أزمة عندك في الشبكات، صرف مية، كهرباء، غاز، تكدس، مفيش اماكن للباركنج، بتطلع عشوائيه غير مخططه. ده معروف، ولكن السؤال بقى، هل احنا النهارده القانون ده يعني الناس متخيله عشان نجيب فلوس، عشان نجيب لا. غرامات من الناس دي، او يعني اللي عايز يخالف يخالف وبعد كده يجي يدفع؟ لا لا، حضرتك قبل ما نطلع قانون مخالفات لازم نفكر ازاي نمنع المخالفات. طيب يبقى عشان نمنع المخالفات حضرتك يبقى لازم نسال ايه اسباب المخالفات في مصر. اسباب المخالفات في مصر او ايه اللي بيخلي الناس بتخالف؟ 1، ان صعوبة استخراج الترخيص. 2، جشع المستثمرين انه يكسب بسرعة. 3، عدم وجود تخطيط واحوزة عمرانية. يعني معنى حضرتك انت عندك كثافة سكانية، اي كثافة سكانية ليها امتداد طبيعي. فالمفروض بتعمل حاجة اسمها مخطط استراتيجي. مخطط استراتيجي ده ما يتم ينزل للمحافظات تعمل حاجة اسمها مخطط تفصيلي، وتبتدي تقسم المنطقة اراضي ومناطق خدمات. اللي بيحصل عقبال ما يخلصوا المخطط الاستراتيجي يجي يعمل مخطط التفصيلي يلاقي كلها عشوائيات، ودي من ضمن الاساس المشكله. طيب خلينا نقسم اللي فات واللي جاي. اللي فات هنعمل معاه ايه؟ الاول قبل ما نقول اللي فات لازم هنعمل ايه عشان نمنع المخالفات. طيب قانون 119 وقانون البناء الموحد احنا عندنا فيه 6 أو 7 تعديلات اساسيه. اول حاجه حضرتك احنا بنطالب بوجود محكمه متخصصه لمخالفات البناء. لا يعقل حضرتك ان عندي نص الثروة العقارية في مصر مخالفة وما تعملهاش دوائر ونيابة ومحكمة متخصصة في كل حتة لسرعة البت في الايه؟ في المخالفات، زي محكمة الأسرة، زي المحكمة الاقتصادية. ده نمرة 1. 2، تغليظ العقوبة على المخالف. انت حضرتك بتقول قانون 119 اعمل ازالة. تيجي تنفذ الازالة، الحكومة لا تستطيع تنفيذ الازالة. انا عندي 600,000 طلب ازالة، اللي تم ازالتهم 47,000 مبنى بس من 600. طيب نعمل ايه بقى حضرتك؟ يعني 8% من قوانين من قرارات الازاله اتنفذت. نعمل ايه؟ هو الراجل اللي بيخالف ده بيخالف عشان يكسب. هنحط ماده في القانون الازاله او المصادره بحكم قضائي. عشان كده عايزين نعمل محكمه بلديه. مصادره بحكم قضائي بمعنى ان بدل ما ابعت لك انذار بوقف الاعمال عشان سعادتك مخالف، هبعت لك انذار بالايه؟ بالمصادره. استمريت في الاعمال بيتم مصادرة ايه بالظبط؟ الجزء المخالف. يعني راجل عنده رخصة 4 ادوار بنى 10، الدولة هتاخد 6 ادوار المخالفين. ما انا مش هيلحق بقى. طب هل ده دستوري؟ دستوري بحكم المحكمة دستوري. محدش هيطعن فيه يقول لك لا دي كده تأميم، كده مصادرة. حكم المحكمة مصادرة حضرتك لو ده ملكك. هو ده مش ملك، انت راجل مخالف. هو حضرتك انت لما تيجي مع بنك وبتيجي بتستدين ليه بضمان وحدتك، تمام؟ وما بتدفعش اللي عليك، مش البنك بيحجزها، الوحدة بياخدها ويتم مصادرة لصالح البنك. او بنفس الكونسبت، بحكم قضائي لا يجوز المصادرة من جهة إدارية، لكن بحكم قضائي قانونا يجوز المصادرة. حضرتك لو صادرت الواحد في مصر مفيش بني آدم تاني هيخالف. تمام. طيب تالت حاجة يبقى نسهل على الناس بقى، انا كده اشدد العقوبة. طيب في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اكتف الناس واقول لها ايه ما تخالفيش وارميها في البحر، ما هيخالف. طب ليه الناس بتخالف؟ طيب يبقى لازم اسهل له
اجراء سهوله الحصول على الترخيص. اتنين، اشتراطات البناء لازم تبقى ثابته. اللي بيحصل ايه؟ انا كدوله بخطط منطقه زي مصر الجديده زمان مثلا والمعادي، كلها كانت مصممه ان هي فيلا. مدينه نصر كانت ارضي وخمسه، تمام؟ تيجي الحكومه تغير الاشتراطات، تمام؟ اما بغير الاشتراطات بيحصل ايه؟ ان بتغير من فيلا وتدي ايه؟ ارتفاعات. احنا نحط في قانون 119 عدم تغيير الاشتراطات البنائيه الا كل 10 سنين وبعد الرجوع للجنه المختصه في المجلس. دي نمرة واحد. اثنين، ممنوع منعا باتا وقف الترخيص الا بعد الرجوع للجنه الاسكان. طب معلش هنقف عند الاشتراطات البنائيه، هل هتدي كل محافظ سلطه تحديد الارتفاعات جوه محافظته ولا هيبقى ثابته في كله؟ لا لا، انا بيحكمني التهاني المدني وبيحكمني القوات المسلحه وبيحكمني الاشتراطات الخاصه بتاعت المحافظه. حط الاشتراطات اللي انت عايزها، بس قد ما حطيت الاشتراطات يبقى هتعملها. يعني ما يجيش محافظ النهارده يحط اشتراطات ويجي يمشي يجي محافظ ثاني يغير الاشتراطات. ليه؟ انا كمستثمر جيت اشتريت الارض على حضرتك دي مثلا ارضي و10، مش المحافظ، جه محافظ جديد قال لك خليها ارضي و5. طب ما انت هتخالف. تمام. او العكس.